شوف وهيبقى في المجتمع ردع. بتاعنا بيفكر في الموضوع ده ازاي وايه رأيه. نزلنا وخدنا رأي الشارع ونشوف يعني اراءه ايه في ان السيدة والبنت المصرية ممكن تخش الجيش المصري ولا لا. تعالوا نشوف الشارع كان رأيه ايه. انا كنت في الجيش وكنت في الشرطة العسكرية وصعب التدريب، صعب جدا جدا. مش هينفع ان بنتي هتطوعها للجيش، لو طوعت يعني مرضى ماشي عادي، ان هي ممكن تتطوع، ان هي دي هتبقى شغلانتها، لكن شغلة الجيش ان هي تمسك سلاح وهتدافع عن بلدها، ده متهيألي ده مش هتقدر خالص. فالدنيا مش سهله زي ما هم متخيلين، في وقوف في البرد، في ممكن اقف في خدمه 12 ساعه واقف على رجلي، مستحمل برد بقى، مستحمل شمس، مستحمل هواء. ما اعتقدش ان هم يستحملوا حاجه زي كده. رايي الموضوع اوافق ان لو ليا بنت او كده يعني انها تتشارك في الجيش، لان احنا حبينا الجيش بصراحه من الوضع اللي شفناه قبل كده، يعني بقينا عايزينه يعني اكتر. اكيد ما ينفعش ست ليها طبيعه خاصه، ليها طبيعه ممكن تشتغل في حاجه تانية غير كده، لكن قدرات القتال والكلام ده ما تنفعش فيه سيدات. والله اذا كان في الاعمال الكتابيه مسموح، انما ما يزيد عن كده ما ينفعش، لان شغل رجاله القوات المسلحه، رجاله القوات المسلحه مش مبني على الستات، مش مبني على الحريم، احنا ما بنبهدلش حريمنا. لا انا ضد الفكره دي خالص، انا ضد عمل المراه اساسا. ما تجندش ليه؟ اولا المصريات محترمات جدا جدا جدا، والبنت بالعكس البنت عندها وطنيه زيها زي الولد واكتر كمان. في كل دول العالم عموما زي ما قلنا ان في نساء في الجيش وفي في الشرطه، هنا البنات عملوا حمله مجانده مصريه وطلبت بالدخول للجيش، انا شايف ان هو حق مشروع ليهم تماما، من حقهم يدخلوا الجيش، من حقهم ياخدوا التجربه، على الاقل تجربه يعني، خليهم يجربوا ويشوفوا الحياه. هل هم قادرين على تحمل الحياه القاسيه سواء في الجبال او في الصحراء او الحياه الملتزمه اللي فيها شده وفيها عنف شويه ولا لا؟ انا شايف ان بنات مصر بنات رجاله وجدعان ويقدروا يستحملوا كده ونص كمان. لا انا نفسي مش ممكن ان انا اتطوع في الجيش، بس هي ما يضرش ان هم تبقى حاجه جديده كل واحد يحاول فيها.